السلام عليكم. احنا كمبرمجين فلتر بنهتم في اي تحديث ممكن يصير على البيئات اللي بتنشئ فلتر تطبيقاتها عليها. في الفترة الأخيرة قامت جوجل بإنشاء تحديث جديد وهو على أندرويد 13. هذا التحديث وصل لأغلب الأجهزة لمستخدمي الأندرويد. اللي بيهمنا في هذا التحديث احنا كمبرمجين فلتر، لما كنا بدنا نصل لأي ملف داخل الستورج داخل الموبايل كنا بنستخدم صلاحية الستورج اللي في ملف المانيفست، لكن هذا مش ممكن في بعد اندرويد 13، او بنقدر نقول غير كافي. اي شخص له صلاحية وصول للملفات داخل الموبايل اكيد حابب يشتغل في اندرويد 13 وما فوق. احنا محتاجين هين نضيف ثلاث اشياء. اول واحدة الريد ميديا فيديو والريد ميديا ايميج والريد ميديا اوديو. لكن سابقا حاليا لو في عنا تطبيق له صلاحية وصول على هذا الموبايل وتلقائيا تم التحديث لاندرويد 13، هل انا محتاج ان احدث ثاني النسخة الموجودة على نفس الموبايل هذا؟ لا، إذا الموبايل ما أخذ الصلاحية الوصول فمش محتاج أنه يأخذ نسخة جديدة حتى يأخذ صلاحية جديدة، وهي الثلاث نقاط اللي هتكلمنا عنها. يعطيكم العافية.